بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا لقاء جديد في سلسلة التوبة. الحقيقة هناك أعمال عظيمة جدا وكبائر ربما كثير منا يرتكبها ولا يشعر بنفسه. أيها الأحبة، من أكبر الكبائر ترك الصلاة. هذا الأمر كثير منا يستهين به للأسف. كثير من الشباب ومن الناس يستهينون بموضوع الصلاة وهو من أكبر الكبائر. ترك الصلاة كبيرة عظيمة جدا، بل تخرج الإنسان من دائرة الإيمان أصلا. لماذا أيها الأحبة؟ الله تبارك وتعالى يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الإنسان تارك الصلاة عقوبته واد في جهنم يقال له الويل، يهوي به الإنسان 70 خريفا ولا يصل إلى قعره. طيب، هل الله تعالى يعذب إنسان مؤمن؟ جهنم لا يدخلها مؤمن أيها الأحبة. المؤمن لا يمكن أن يدخل جهنم، المؤمن جزاؤه الجنة، الكافر جزاؤه النار. هذا المنطق ينبغي أن نتعامل به ونقتنع به لندرك خطورة مثل هذا العمل. إنسان ترك الصلاة، هذه جريمة وكبيرة من الكبائر وتتطلب التوبة إلى الله عز وجل. ينبغي أن تتوب إلى الله، ولكن لماذا كثير من الشباب وكثير من الناس يفشلون في هذه التوبة؟ لأنه أيها الأحبة، في الدرجة الأولى، النفس البشرية التي خلقها الله عز وجل خلقها تحب الأشياء العاجلة. خلق الإنسان من عجل، والإنسان بطبيعته يحب، حتى أن الله سمى الدنيا بالعاجلة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إذن حب الإنسان للدنيا وللأمور العاجلة يجعله يبتعد عن الصلاة أحيانا، لأن ثواب الصلاة هو ثواب أخروي في الآخرة. ولكن من رحمة الله تعالى أنه وضع أسرارا وفوائد في هذه الصلاة تعطيك فوائد عاجلة أيها الإنسان. يعني هذا من رحمة الله وحكمته، أنه عندما أكرمنا بفريضة الصلاة جعل لها فوائد طبية ونفسية وجسدية واجتماعية وفوائد في مجال النجاح في الحياة أيضا. مجموعة الفوائد هذه تستطيع أن تأخذها كحزمة هكذا، دفعة واحدة عاجلة، تتذوق حلاوة الصلاة بسرعة. ولكن معظم الشباب لا يدركون فائدة الصلاة. لماذا نصلي؟ يعني هل تساءلت أخي الحبيب لماذا فرض الله علي الصلاة؟ هل لمجرد أن أقوم بحركات سجود وركوع؟ هل فرض الله تبارك وتعالى علي الصلاة لمجرد أن، يعني هل هو بحاجتي؟ هل هو بحاجة لصلاتنا وعبادتنا وركوعنا وسجودنا؟ أم أن هذه الصلاة هي لمصلحتك أيها الإنسان، هي لفائدتك أيها الشاب؟ علماء في الولايات المتحدة الأمريكية أيها الأحبة اليوم بدأوا بدراسة أسرار الصلاة. أول نتيجة وصلوا إليها أن معدلات الشفاء من المرض تكون أسرع لدى المؤمنين الذين يحافظون على الصلاة، والذين لديهم كمية كبيرة من التفاؤل ومن الأمل برحمة الله ومن الثقة بالله أنه سيشفيهم، يشفون بسرعة، على عكس الملحدين. يعني في مشافي الغرب الدراسات تقول إن الملحد هو يعني أكثر المرضى يعني إنهاكا للأطباء، ينهكهم، لا يشفى، ليس لديه أمل، ليس لديه إيمان بخالق قادر على الشفاء، ليس لديه إيمان بالآخرة، ليس لديه تفاؤل.
حبه للدنيا يجعله يخاف، لديه ارتباك وخوف، فهذا ينهك نظام المناعة. بينما المؤمن الذي يثق بالله ويحافظ على الصلاة، تجد أن معدلات الشفاء تكون أسرع. ويعني يرى كثير من العلماء أن حركات الصلاة تمثل علاجا طبيعيا لحالات حتى الشيخوخة والزهايمر وتيبس المفاصل ومشاكل العظام، كلها حركات الصلاة مفيدة جدا. وتعتبر الصلاة عملية رائعة لعلاج هذه المشاكل أيضا أيها الأحبة. طبعا هناك باحثون أمريكيون تبين لهم أن التدين بشكل عام والالتزام بتعاليم الدين، يعني هنا نحن نتحدث عن المسيحية واليهودية والإسلام وحتى البوذية لا مشكلة مع أنها ليست ديانة، ولكن هذا النظام الذي تلزم نفسك به من تأمل و يعني نظافة وثقة بالله، تؤمن أن الله موجود وقادر على شفائك وقادر على وهو الذي يتحكم بهذا الكون، هذا التدين من شأنه تخفيف الشعور بالآلام المزمنة وبخاصة آلام المفاصل والرقبة والعظام بشكل عام. الدراسة وجدت أن الراغبين بالتقرب إلى الله عز وجل يتمتعون بمزاج جيد أكثر من الملحد. يعني هذه إحدى فوائد الإيمان بالله والصلاة والعبادة بشكل عام. كما أن المتدينين يحصلون على دعم أكبر من المجتمع وثقة أكبر. يعني أنتم لاحظوا أيها الأحبة، هناك بعض المنافقين تعرفونهم جيدا، تجده يلتزم بالصلاة في الصف الأول، وتجد سمات المصلين يعني تكاد تظهر عليه أو يحاول أن يظهرها، مع العلم أن هذه السمات لا تظهر إلا على الصادقين، ولكن هو منافق يريد أن يبيع سلعته بسرعة، يريد أن يكسب ثقة الناس، يجد أن الدين والصلاة أفضل وأسرع طريق لكسب ثقة الناس. لاحظتم أيها الأحبة؟ لذلك الصلاة تكسبك ثقة من حولك. يعني هذه إحدى الفوائد المهمة جدا إذا كنت مقبل على الزواج. حتى الملحد على فكرة يثق بالذي يصلي أكثر من الذي لا يصلي. إذا وجد مسلمان أمامه، واحد يصلي واحد لا يصلي، حتى الملحد يثق بالذي يصلي أكثر. لماذا؟ لأن هناك حالة فطرية، حالة طبيعية غريزية في داخلنا، أننا عندما نرى شخص يصلي في اللاشعور في العقل الباطن تتشكل صورة لدينا أن هذا يتواصل مع الله. لماذا؟ لأن الصلاة أيها الأحبة هي صلة بالله، سميت الصلاة لأنها تصلك مباشرة بالله. الصلاة عبارة عن تواصل مع الله عز وجل. فإذا أنت فقدت، عندما تركت الصلاة فقدت ثقة الناس من حولك، وفقدت الفوائد الطبية الكثيرة التي تمنحك إياها الصلاة، وفقدت الراحة النفسية التي تأخذها أثناء الصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأنك في الصلاة، الصلاة ما هي الصلاة؟ كلها ذكر لله ووقوف بين يدي الله. لذلك هذه الصلاة أيها الأحبة الله عز وجل فرضها علينا لمصلحتنا. يعني أنا شخصيا أتلذذ بالصلاة. عندما أقوم للصلاة أقوم ليس يعني لا أقوم متضايق وأخاف من العذاب مثلا. طبعا كلنا نخشى عذاب الله، ولكن الذي يدفعني هو حبي للصلاة، حاجتي لهذه الصلاة، لأنها تريحني. أرحنا بها يا بلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تريح النفس، تريح الأعصاب، تريح القلب. حركات السجود والركوع تخفف الضغط على القلب. هذه الحركات أيها الأحبة توسع الرئتين، يعني تجعل نفسك أفضل،
وبالتالي فإن هذه الصلاة أيها الأحبة يعني هي يعني وسيلة لتقوية عضلات الجسد. يعني أنت كشاب تجلس فترة طويلة على الكمبيوتر بحاجة لتقوية هذه العضلات من خلال حركات الصلاة والإكثار من الصلاة أيضا أيها الأحبة. الحقيقة أيها الأحبة حتى الأم الحامل ينصحونها بتقليد حركات الصلاة، غير المسلمين ينصحون الأم الحامل أن تقوم بتقليد حركات الصلاة لتنشيط حركة العضلات وحركة الدورة الدموية وتخفيف الضغط والثقل الذي يسببه الجنين على القدمين من خلال وضعية السجود. ينصحون الأم الحامل أن تسجد هكذا، مع أنهم لا يعلمون أن هذه الوضعية أمرنا الله بها رحمة بنا وحبا بنا. هذا الخالق يحبنا أيها الأحبة. يعني لا تتصور أن الله خلقك ليعذبك. يعني ماذا يفعل بعذابكم؟ إذا أنت شكرت وآمنت وتبت إلى الله، هل الله بحاجة أن يخلق مخلوق ثم يعذبه؟ أيها الأحبة، الصلاة تساعد على الاستقرار النفسي أيضا. وأنا لدي حقيقة موجودة في كتب تؤلف اليوم في أمريكا، الصلاة تعيد برمجة الدماغ. فعندما تقف بين يدي الله عز وجل تجد أن دماغك هذا فترة الصلاة، إذا صليت الصلاة بخشوع طبعا وتدبر وتأمل لآيات القرآن، سيحدث لديك ما يشبه إعادة برمجة للدماغ. لأنك عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت في أعماقك يعني تعطي معلومة لأعماقك لتسير في طريق مستقيم بعيدا عن الانحرافات. عندما تقرأ آية أثناء الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تخرج من الصلاة فتستحي أن تكذب. أنت بينك وبين نفسك تقول كيف أكذب والله يقول لي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كيف أكذب والله يقول لي ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذا الأمر أيها الأحبة يعني أنا دعاني أن أبحث فيه طويلا وبخاصة في كتابات الغرب. جريدة واشنطن بوست يؤكد الباحثون فيها أن الذين يحافظون على الصلاة بغض النظر عن الديانة أيها الأحبة يتمتعون باستقرار نفسي ولا يعانون من اضطرابات نفسية. دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا على أناس متدينين من مختلف الأديان. يعني نحن نقول حتى لو لم تكن مسلم التزم بصلاتك أفضل على فكرة. يعني إن الإنسان المتدين حسب جامعة كاليفورنيا أيها الأحبة لديه نسبة أقل من خطر الموت المفاجئ والأمراض المزمنة. يعني شيء غريب. والحقيقة عندما قامت جامعة روشستر بدراسة على الأمريكيين على 300 مليون أمريكي، وجدت أن 85% منهم مقتنعون أن الصلاة تساعد على شفاء الأمراض. كيف تقول إن الغرب كله ملحد؟ الحقيقة نسبة الإلحاد قليلة جدا أيها الأحبة، حتى في الغرب، حتى في الدول التي يحاول الإعلام أن يصور أن المجتمع لديهم ملحد، يعني مثل أمريكا مثلا. جامعة روشستر تقول إن 85% من الأمريكي ليسوا فقط مؤمنين بالصلاة بل يقتنعون أن الصلاة تشفي، تساعد على الشفاء. طبعا الصلاة على طريقتهم. فإذا الإعلام يوهمك أن العالم ملحد وأن الإلحاد ينتشر، مع العلم أن المركز الشهير بيو ريسيرش، هذا المركز الذي يعني يعتبر من رقم واحد في المراكز الموثوقة في إحصائيات الأديان، يقول إن المنحني البياني للملحدين في انحدار والمنحني البياني للإسلام في صعود مستمر. لأن الملحدين لا يتكاثرون، لا يؤمنون بالزواج، لا يؤمنون بإنجاب الأولاد، لديهم شذوذ جنسي رجل مع رجل وامرأة مع امرأة، لذلك
الدراسة تقول والبحث العلمي يقول حسب إحصائيات هذا المركز أن نسبة الملحدين اليوم تتناقص ونسبة المسلمين تصعد بشدة. هذه إحصائيات أمريكية من عندهم أيها الأحبة. فلذلك أنت أخي الشاب عندما تدرك هذه الفوائد للصلاة، فوائد التدين، فوائد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فأنت ستحب هذه الصلاة. إذا أحببت الصلاة لن تتركها، لأن هناك فوائد كبيرة جدا، بالإضافة لفوائد أخرى تجدها لحظة الموت ولحظة لقاء الله سبحانه وتعالى. فوائد الصلاة لحظة لقاء الله عز وجل. إذن أيها الأحبة، الخلاصة، كيف يتوب تارك الصلاة إلى الله؟ بكل بساطة، سارع منذ هذه اللحظة من دون تفكير، لأن الشيطان مجرد أن دخل وبدأ يقول لك كيف ستصلي وأنت في العمل، كيف ستصلي وأنت كذا، كيف ستصلي في تكون نائم وقت الصبح، كيف يضطرب دماغك ولن تصلي. قم مباشرة، توضأ وصلي، وقل حتى لو كسبت هذا الوقت، يعني إذا كان وقت العشاء مثلا، اكسب هذه الأربع ركعات الفرض العشاء، اكسبها وقل ربما أموت بعدها، ربما لا أعيش للغد لأذهب للعمل وأنشغل بالدنيا وغير ذلك. قم مباشرة بالصلاة وأنت تصلي، انوي في داخلك أنك ستحافظ على هذه الصلاة، واطلب من الله العون، اطلب من الله أن يعينك، قل يعني سلم نفسك، سلم أمرك لهذا الخالق العظيم، وقل يا رب أعني على هذه الصلاة، أنا أنوي الالتزام. ستجد أنك في اليوم التالي ربما لا تصلي، في اليوم الثالث تصلي ركعتين، في اليوم الرابع، ولكن خلال فترة قصيرة ستجد نفسك أن الله هيأ لك أسباب الالتزام بالصلاة، تجد أن حياتك أصبحت منظمة على الأوقات الخمسة، الساعة البيولوجية عندك ستنضبط. الخلل في الساعة البيولوجية أيها الأحبة، هل تعلمون أنه يؤدي لكثير من الأمراض، منها سرطان وغير ذلك؟ خلل الساعة البيولوجية. الصلاة تضبط لك الساعة البيولوجية على الأوقات الكونية الطبيعية، شروق الشمس وغروب الشمس والزوال وكذا، الخمسة أوقات هذه عندما تضبط جسدك، ساعتك البيولوجية على هذه الأوقات، وتؤدي هذه الصلوات مع النية دائما، استغفر الله وتب إلى الله، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، دائما قل هذا الكلام، سوف تجد نفسك بسهولة انخلعت من 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 أنياب الشيطان، وبدأت تسير في طريق الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن ينفعنا بهذه المعلومات، وإلى لقاء جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.